أصعب حاجة هو الهم، أصعب حاجة بتيجي الواحد في حياته يغدر كل شدة وزير غير أنك تدري النية وتغدري. أنتي ما عارفاش شنو هي معناتها أنك تيقي في شي حد، تيقي فيه وتقولي هذا هو راجلي غنكمل مع حياتي دولي غنبني معاه كل شي تفقس بعض كيزداد مع الطريق وخلاك، ولكن اللي بحالي هما اللي عارفينه